القدس. معالم صراع تراوح تفاصيله ما بين الوطنية القومية والعقائدية الدينية، وفي ظل احتدام دوامة العنف تطفو على سطح الخلافات تساؤلات جديدة. فإسرائيل تصر على إعطاء الأحداث الأخيرة في القدس طابعا قوميا، بيد أن الفلسطينيين لا يرون في الأفق إلا إفرازات خلاف ديني. ألم تسمع أنين القدس؟ ألم تسمع بكاء القدس؟ بكشفه مخططاتهم العدوانية. التوتر ما زال قائما من قبل الاحتلال. تحت هذا العنوان عقدت الهيئة الإسلامية العليا مؤتمرها اليوم في القدس، الذي ناقش ما أسمته الأجواء العامة في ظل استفحال قوات الاحتلال وتضييق الخناق على الأهالي عبر المؤسسة الإسرائيلية، ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع. أن الضغط يولد الانفجار، فشعبنا حينما ينفجر لا يستشير أحدا، ويمكن أن يقوم بأي طريقة هو مقتنع بها أو بطريقة ميسرة له. لا يزال الاحتلال الإسرائيلي متعنت، والدليل أنه أصدر 6 قرارات كلها ضد الشعب المقدسي. تواجد القوات الإسرائيلية في القدس يرى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حفاظا على الأمن العام، بيد أن المسلمين يصرون على أن هذه الإجراءات ترمي إلى الاستفزاز فقط. رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة أكد أن الحركات الإسلامية تفتعل أزمة في القدس، متهما إياها بالتحريض. إذا اعتبر نتنياهو أن دفاعنا عن القدس والأقصى وأن رباطنا فيه هي تهمة، هذا وسام شرف نعلقه على أكتافنا بل على جبيننا. 1500 مليون مسلم كلهم لهم حق في المسجد الأقصى المبارك، وكلهم في حرب مع نتنياهو ما دام هكذا يعتدي على المسجد الأقصى المبارك. في غضون تأزم الحال وتردي الأحوال في القدس، تبقى القيادة الفلسطينية قريبة الأمل وبعيدة المنال عن حل هذه الأزمة على حد تعبيرها. ومع ذلك فإنها لا تقطع شعرة إذا ما بقيت بينها وبين القيادة الإسرائيلية، الأمر الذي تجلى برفضها للاعتداء الأخير على الكنيس اليهودي. نحن يعني ضد الهجوم على المدنيين من كلا الجانبين، ولكن هناك ردود فعل، يعني بمعنى هذا الهجوم لم يأتي من 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 يعني من ذات الفراغ، ولكن احنا شخصيا بشوف انه يجب المدنيين ان يبقوا بعيدا عن اي اعمال عنف. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يحمل معاني تختلف طرقها وتفترق سبلها، وما بين الصراع الديني والنزاع القومي تكثر التوقعات وتتعدد السيناريوهات، ما يبقي الأمر رهينة تطورات لا يضبطها الفرد ولا تكبحها الجماعة. بينما تسعى إسرائيل إلى دحض الصراع الديني، يفند المسلمون هنا ذلك، مؤكدين أن الأحداث الأخيرة ما هي إلا نتاج تحريض ديني. ومن بين الأصوات هنا يسمع من يقول إن في كل حرب ثم حق وباطل، وفي القدس بات هذا وذاك واضح. محمد مجادلي، I24 News، القدس.